الليل ويا الليل ويا الليل ويا جوئم بشويس خان وجوئم فير يا الليل ويا جي قريب في اسمه خنقيت كليسيا تاني اث اوب هالليل ويا هالليل ويا هالليل ويا انشدوا للرب نشيد جديد هللويا لأن حقا تسبيحته في كنيسة القديسين. جو معناها انشدوا، خين معناها بي، انفيري معناها جديد، اتكليسية معناها الكنيسة. لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا أخبر باسمك إخوتي، وفي وسط الكنيسة أسبحك، عبرانيين 2:11-12. اليوم أتعلم من المزمور والتسبيح يا ربي أنك تقدر بشدة التسبيح الليتورجي، أي التسبيح الجماعي، وأنك تحب أن تصغي لصوت الجماعة كما تحب أن تصغي لصوتي في المخدع. تحب أن تسمع الصلاة الجماعية التي فيها تختفي كل الأصوات ويظهر صوت واحد بقلب واحد وروح واحد، فلا تسمح أبدا بأن تغيب الليتورجية ولا أن تنفك وحدانية الجسد كيما نرضيك ونحب بعضنا البعض. آمين.